فيها إحدى الحكومة. بلغ من المركز لإنكار الحكومة وقال يا سعد الله تنكي البدر لغاية الآن تأجر كثير من القضايا على بني بكر ولم يتحرك من قسم من المديونية لبنك بكر. جواب الحكومة أنا آمن من الوزير وبطلب من الوزير أصحاب الأمن لأني بطلب منك أن يستمر المهلة للإجابة كما أعطته النص نظام الداخلي ليجيبنا على كل هذه الأسئلة ويوضح للرأي العام كما يجب أن يوضح إلى المجلس الطريقة التي تمت والفترة الزمنية لأننا من واجبنا نحن تحت القبة أن نحاسب الحكومة وأي وزير ارتكب جريمة وأدى ما دام أو أدى وجه اتهام بارتكاب جريمة. وأقول بهذه المناسبة لا يجوز لأينا أن يدافع عن الحكومة لإغلاق باب المرحلة جورج وزير صالح تقول تفضل.